قال من هم جماعة التبليغ؟ السؤال الأول من هم جماعة التبليغ؟ جماعة التبليغ جماعة دي جماعة أصلا بدت برؤية واحد اسمه محمد ابن إلياس الكندهلوي أزول رأى عليه رؤية وقام وبدت الدعوة بتاعتهن وهي قائمة على أربع طرق صوفية. لذلك الشيخ الألباني قال جماعة التبليغ صوفية عصرية، والنازل من المآخذ عليهم تلقاهم بلفوا في المساجد وبيجوا من باكستان مرات ومن الهند، ونحن ما عندنا مشكلة مع باكستان ولا مع الهند، لكن هم بيجوا من بعيد مرات من مصر مرات من السودان هنا من غيرها من الدول، فبيجوا بلفوا في المساجد ومن المآخذ عليهم. مش المآخذ انك تجي المسجد، لكن من المآخذ عليهم واحد أن دعوتهم لا تقوم على العلم الصحيح الصافي القائم على الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة، وده مخالف للشريعة لقول الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. اثنين أن دعوتهم لم تقم على العقيدة الصحيحة والدعوة إلى التوحيد، إنما يتكلمون في فضائل الأعمال وكذا، وأحيانا معاهم صوفية وهم أصلا صوفية عصرية، وأحيانا معاهم جهلة وكذا، ولا يتكلمون في التوحيد. والله تعالى قال في القرآن ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثلاثة من المآخذ عليهم أنهم ينزلون عند أهل البدع، دائما بينزلوا عند أهل البدع في الغالب، ما بينزلوا عند أهل الحق. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في البخاري ومسلم مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ شنو الكير إلى آخر الحديث. فدي من المآخذ على أولئك الناس، والواجب عليهم أن يسلكوا الطريق الصحيح في الدعوة إلى الله بأن يتعلموا العلم ويركزوا دعوتهم على التوحيد والعقيدة الصحيحة. السؤال الأخير قال أفضل كتاب في محبة الله عز وجل والتعلق به؟ أيوة نعم، أفضل كتاب طبعا القرآن، أفضل كتاب القرآن. أما إذا أرادوا الكتب المصنفة في هذا الموضوع فمن أميز الكتب ما صنفه ابن القيم رحمه الله ككتابي الداء والدواء وككتاب الفوائد، دي من أميز الكتب، وتكون كتب محققة عشان المحقق بيذكر الصحيح من الضعيف من الحديث كتحقيقات الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. لكن أعظم كتاب القرآن، حتى ابن القيم رحمه الله قال في كتاب الفوائد، ونختم بالكلام ده، قال من تأمل خطاب القرآن، ذكر لي كلام طويل، قال من تأمل خطاب القرآن وجد ربا رؤوفا رحيما، أي بأسمائه وصفاته والنظر فيهما وفي هذا العلم، قال يعفو ويغفر ويرسل الرسل لبيان الطريق الموصل إليه سبحانه وتعالى ويتجاوز، قال فيحب الله، يعرف الله بهذا الكتاب فيحب الله، فإذا أحب الله لهج لسانه بذكري وعملت جوارحه بطاعته سبحانه وتعالى، وبعد ذلك يحب الله إذا قام بهذا الأمر، لهج لسانه بذكر الله وقلبه بالتعلق بالله وجوارحه بطاعة الله، فإن الله بعد ذلك يحبه سبحانه وتعالى ويحبه الله سبحانه وتعالى فيجمع هذا الخير العظيم. فالناس تقرأ القرآن بتدبر، تقرأ الآيات وتتأمل فيها وتتدبرها، وكذلك كهذين الكتابين. جزاكم الله خيرا جميعا على حسن السماع، وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك فيكم أجمعين في الأعمار وفي العلم وفي تبليغه، ويجعلنا وإياكم ممن يدخلهم الله تعالى برحمته جنته إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.